مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيف تقومون بربط جوجل أدسنس مع قناتكم يوتيوب. لمعرفة أنكم مؤهلون لذلك تدخلون إلى استوديو يوتيوب. الآن بعد الدخول لها نقوم بالضغط على علامة الدولار تقريبا. هنا سوف تجدون المتطلبات: 4 عدد ساعات المشاهدة المطلوب، 4000 عدد مشتركين مطلوبين 1000. أنا اجتزت الخيارين. الآن نقوم بالضغط على تقديم الطلب. الآن نقوم بالخطوة الأولى، نضغط على البدء. أقوم بالضغط على أوافق على أحكام برنامج شركة يوتيوب ثم قبول الأحكام. الآن الخطوة الأولى قمنا بها وهنا تم. نأتي إلى الخطوة الثانية، نضغط على البدء. الآن الخطوة الثانية وهي لديك حساب أدسنس أو لا. نعم لدي حساب أدسنس. لا أمتلك حساب أدسنس حاليا وأني لا أعلم إن كان لديك ونسيت خدمة السيرك. أنا سبق لي ولدي حساب أدسنس، لذا سوف أضغط على نعم لدي حساب حاليا. ثم نقوم بالضغط على المتابعة. ننتظر. الآن نقوم بالدخول إلى حساب أدسنس. الآن قمت بتسجيل الدخول على جوجل أدسنس، وهذا هو رابط القناة. أقوم بالضغط على قبول، قبول الرابط. الآن قمت بالانتهاء. قناتي الآن قيد المراجعة. سيستغرق ذلك يومين أو أكثر. يجب فقط أن تكون قناتك يوجد بها محتوى خاص بك، لا تقوم بنسخ محتوى من قنوات أخرى كي يتم قبولك. وكان هذا هو شرحنا لليوم، أتمنى أن يعجبكم. دمتم في أمان الله.